السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز العصافير عدد بيض، لكن هي لما بتبيض بتبيض بيض غير مخصب، فأنا عايز البيض اللي يطلع يكون بيض مخصب، أعمل إيه؟ هي عدة شروط، ولكن الشروط دي سهلة مش صعبة، تتوقف عليك أنت. خد بالك معايا في الفيديو ده. قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني إن شاء الله كل جديد. علشان خاطر العصافير عندي تبيض بيض مخصب مش رايق، لازم تتوفر عدة شروط. أول شرط، لازم يكون الجوز اللي عندك جوز متوالف. أول حاجة تتأكد أول حاجة إن هما ذكر وإنتاية، يعني ما ينفعش يكون ذكرين مع بعض أو نتنتين مع بعض وتستنى إن هما يدوك بيض مخصب. لما يكون ذكرين مع بعض طبعا مش هيديك بيض خالص، ولما يكون نتيتين مع بعض هيدوك بيض، ولكن البيض هيكون غير مخصب. اذا وينفع نتيه تبيض من غير ذكر، ايوه هتبيض عادي خالص، هيبيضوا عادي في الدوره بتاعتهم، دوره البيض، ولكن البيض طبعا هيطلع رايق لان مفيش ذكر بيخصب. فعلشان خاطر البيض يخصب، اول حاجه التوالف، اتاكد ان هما ذكر ونتايه، واتاكد ان هما الاثنين متوالفين مع بعض. يعني ايه متوالفين مع بعض؟ تلاقي ان الذكر والنتايه بيقعدوا ياكلوا بعض هما الاثنين، اللي احنا بنقول عليها هم واقفين بيبوسوا بعض، لكن هم لا بياكلوا بعض. تلاقي ان هم واقفين جنب بعض ما بيضربوش بعض. ده اول شرط. الشرط الثاني، انك لازم انك تجيب العش يكون مناسب ليهم. يعني عش للبادجي معروف ومعروف مقاسه، العش بتاع الرز معروف مقاسه، العش بتاع الكوكتيل ليه مقاسه. فطبعا انت لما تيجي تنزل تشتري العش من التاجر بتقول له انا عايز عش كوكتيل، عش روز، عش بلجي، كل واحد ليه المقاس بتاعه. ده بالنسبة للعش. حاجة تانية بالنسبة للعش، المادة اللي بتحطها أو المواد اللي بتحط فيها، تحطها جوه البياضة، بتختلف من عصفور لعصفور. يعني نلاقي في الزبرة بنحط له الإيه؟ الكارينا اللي هو صحف النخيل، وكذلك برضه في الرز. الرز ممكن تحط له صحف النخيل، وممكن تحط له نشارة ناعمة، نشارة خشنة، أنا آسف، يعني مش خشنة أو يكون وسط. هو بقى لو ما لقاش انك انت حاطط ماده التعشيش، هيبيض على ايه؟ هيبيض على الخشب، فطبعا البيض انا هيهتز طبعا وهيبوظ، فما ينفعش. لازم انت بتجهز، هو ما تحس ان هو خلاص عايز يبيض وبيجهز للعش، يعني بص بيدخل جوه بيقعد ينقر في العش، تعرف ان هو عايز يبيض. في الحاله دي على طول انت تبدا تحط ماده التعشيش اللي هو الكارينه او النشاره الخشنه. اما بالنسبه للبلجي ما بتحطلوش نشاره خالص، حط النسبة بسيطة جدا من النشارة داخل البياضة. طيب ده بالنسبة للعش وبالنسبة لمادة التعشيش. مهم جدا كمان للبياضة او العش انك انت تعلقها وتكون ثابتة جدا، اهم حاجة تكون ثابتة في القفص جامد، لان الذكر بيدخل بيأمن العش. يعني لو لقى العش بيهتز النتيجة مش هتبيض، مش هيحصل تخصيب بينهم هما الاتنين. لو باضت هيبيض بيض رايق، لان هو مش هيخصبها، لان هو مش حاسس ان ده عش امن، مفيش امان. ففي الحاله ديت لازم انت تعلق العش ويكون ثابت جدا في القفص. وانا عامل فيديوهات كتير بوريك ازاي تقدر تعلق العش، مش ان انت تقعد تربطه. طيب الحاجه الثالثه والمهمه جدا، وهي التغذيه. كل ما هتهتم بتغذيه العصفور وتنوع له في الاكل، كل ما هيديك انتاج كويس جدا والبيض كله هيكون مخصب. يعني ان احنا ننوع في الاكل ازاي؟ اول حاجه طبعا الحبوب بتاعتهم اللي احنا عارفينها، البلكم والفرايس والدنيبه، تمام؟ تعمل جدول كده للاكل ليهم، تديهم مرتين ثلاثه في الاسبوع بيض مسلوق، وده مهم جدا جدا ليهم، البيض المسلوق، انك تمسك البيضه وتهرسها كويس قوي وتقدمها للعصفور. كمان الجرجير مهم قوي، والبرسيم مهم جدا، الجزر، كل الحاجات دي بتيجي تقدمها للعصافير بتلاقي ان في انتاج عندك كويس. القمح المنقوع، كمان الحلبه المستنبته، كل التغذيه دي، كل ما تزود في التغذيه وكل ما تنوع لهم في التغذيه، كل ما العصفور يبقى صحته حلوه معاك، وهتلاقي البيض اللي هو هيديهولك هيديك بيض مخصب. رابع نقطة وهي مهمة جدا وكتير مننا بيغفل عنها وبيفتكر انها حاجة هينة وحاجة يعني ملهاش لازمة، وهي عظم السيبيا او الحبار، وده مهم جدا للعصافير. ما يخلاش القفص بتاعك منه ابدا، لان هو دوت الكالسيوم اللي النتايه بتكون منه البيضه. يبقى ده مهم جدا جدا للنتايه وللذكر، بيملحوا منه اللي هو عظم السيبيا.
بكده يبقى انا قلت لكم 4 شروط تقدر ان انت ان شاء الله يطلع عندك البيض مخصب. الموضوع مش موضوع سحري ولا حاجه، تمام؟ مش هتقول ان تاي بيض فهتبيضي، لا هتبيض وكل حاجه، ولكن البيض هيبقى غير مخصب. ليه؟ لانك انت ما عملتش الشروط اللي انا قلت عليها. مهم جدا كمان ما تقعدش كل شويه تفتح وتقفل في العيش، حتى لو البيض مخصب، مسافه ما تفتح وتقفل في العيش كل شويه تحسسهم بعدم الامان، وهيقوموا مذعورين من على البيض هيهزوه. فيجب انت لما تلاقي العصافير عندك باضت، تمام، بتقعدش كل شويه تفتح وتقفل في العيش، ولو فتحت العيش تخبط عليهم الاول عشان خاطر تقوم هي بهدوء من على البيض. اشكركم، اتمنى من حضراتكم الاشراف في القناه، تفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.